تكنو 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 في تكنو. فيسبوك تنوي تخفيض الإعلانات المقنعة في شبكتها. تنوي خدمة فيسبوك التخفيض من الرسائل ذات الطابع الترويجي التي تعرض على نشرات المستجدات، ولن تطبق هذه التدابير على الإعلانات التي يدفع مروجها رسوما لنشرها، بل على تلك التي تورج لعلامات تجارية أو مجموعات بهدف بيع منتج للمستخدم أو تحميل تطبيق للاستفادة من العروضات، بحسب ما كشفت عنه المجموعة الأمريكية على مدونتها الرسمية. ويشكل إرسال رسائل للمستخدمين الذين كبسوا على زر يعجبني في الصفحات الرسمية نوعا من الحملات الترويجية المنخفضة الكلفة والتي لا يدفع المروجون من أجلها رسوما كبيرة. وأكدت فيسبوك أن هذا القرار قد اتخذ بناء على طلب المستخدمين، لسيما أن هذه الرسائل الترويجية لا تزال غير محدودة العدد، واعتبارا من يناير 2015 ستفرض قيود على كميات هذه الرسائل ومحتوياتها. ولفت موقع التواصل الاجتماعي إلا أن هذا التخفيض لن يعوض بزيادة في الإعلانات الرسمية. فيما يتعلق بفيسبوك، نسخة من فيسبوك للاختصاصيين بهدف خوض غمار المنافسة مع مواقع متخصصة أخرى، تعمل شبكة التواصل الاجتماعي على إطلاق نسخة موجهة لأصحاب الاختصاص فقط. هذه النسخة أطلق عليها مسمى فيسبوك آت وورك، حيث تحضر خدمة فيسبوك نسخة من موقعها موجهة إلى الاختصاصيين بغية منافسة شبكات من قبيل لينكد إن، على ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة. وصرحت مجموعة فيسبوك أنها الأمريكية التي تعمل بعيدا عن الأضواء على موقع إلكتروني جديد اسمه فيسبوك آت وورك، يسمح للمستخدمين بالتحدث مع زملائهم والتواصل مع اختصاصيين والمساهمة في إعداد مستندات.